ومن الصعب انك تلعب مقابلتين في اخر الموسم في هذه الظروف هذه، و اون بليس دو سا هو لا شالور اللي كانت هي عامل 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 كبير تاع لا شالور، ما خلاناش اننا نبقاو في ديك اللياقه البدنيه. الحمد لله اننا انتصرنا في الشوط الاول، جاونا فرص ما استغليناهمش، جاتنا اصابه سجلناها، تعادل فريق اتحاد طنجه، كان قاب قوسين او ادنى باش ينتصر، ولكن الحمد لله اليوم كان معنا الحظ، سجلنا الاصابه الثانيه اللي ريحت نوعا ما، بقينا مركزين اكثر، ولكن الاصابه الثانيه هي اللي كانت اعطتنا واحد النفس، اعطتنا واحد النوع من الراحه. وتنشكر الفريق الاتحاد الرياضي تاع طنجه، لانه فريق عنده لاعبين في المستوى، وتنتمنى له مسيره موفقه. السلام عليكم. وكما لاحظتم هذه المقابله، يعني بالنسبه لنا هذه المقابله احنا كنا عارفين القيمه والاهميه ديال هذه المقابله. احنا نلعبوا ضد واحد الفريق لانه كيصارع باش ما يجيش القسم الوطني الثاني، يعني المقابله ماشي سهله. احنا بكل صراحه يعني كان الامل ديالنا وكنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه اللي ترضينا وتزيد بالفريق الامام. بحال اللي المقابله هي واحد مقابله السد، وهذه المقابله السد هي اللي تلعب ضد فريق اتحاد طنجه. يعني بكل صراحه يعني في الشوط الاول يعني اللاعبين يعني ما كناش يعني في المباراه، يمكن بعض نكونوا حنا نقول ديك الحراره ولا الشمس ما كانش شويه الطقس، ولكن كنظن هذا ما كيعنيش، ومش ما كناش حاضرين في المقابله في الشوط الاول. في الشوط الثاني يعني اللاعبين كانوا دخلنا باش عازمين باش نرجعوا في المقابله وتحقق، ورجعنا في المقابله. Malheureusement, vu des erreurs que des joueurs qui ont commis, كما لاحظتم الاصابه الثالثه يعني ما كناش كنتظروها تسجل، ولكن الكره عاد وحاله والخساره وارده في كره القدم. كنهني الفريق الكوكب المراكشي بهذه النتيجه، ونتمنى لهم الحظ السعيد، ونقول حنايا حنا ان شاء الله غنزيدوا نشتغلوا باش نحاولوا نجيبوا ديك النقاط اللي ضيعناهم اليوم في الاسبوع المقبل ان شاء الله.